وبيجي السوق يوم يعني كالعادة بيجي، لكن ما في معانين شغل، ما في أي حاجة، هو بنيجي نغني بآخر اليوم الواحد بيمسك الشارع يرجع بيته، لكن الأمور جايته كله كله تعب للنهاية، ما في أي شيء. بس يعني أنا أكثر من أسبوع لأسبوعين ما بعمل أي شيء، بنيجي أهو بتجيبها من بيتكم بتكمل وترجع كداري، ما في أي شيء، لا مواصلات لا بتاع لا وريد. الحالة واقفة. بلد الجزيرة. مجانين. يا مصطفى. مصطفى. تعال. محمد السلام عليكم. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله كويسين. ما في اي حاجه في السوق، الجائزات هو يا مارق ليل عيش يا مارق ليل خاشي ولا داخل، ما في شغل، شغل عامه واقف، لا سباك لا كهربجي لا عامل حفار ولا اي شيء. الليله النازله 4 5 يوم والله ما في زول طلع عليه، واحد شغله واحده ما في زول طلع والله. لكم منهم قصه، انتوا بس خليكم هنا ده افادات.